اقول لكم حاجه، انا وانا عيانه لقيت الشيخ خالد الجندي طلع فجاه. فجاه لقيته بيقول ريهام وندعي لها، وفضل يدعي لنا انا وشريف ان احنا نخف. وكان قبليها على طول على طول، انا بحبه قوي على فكره، يعني هو كان دايما يشتم فيا وانا كنت اقول الراجل ده غريب قوي، يعني هو شيخ مش المفروض اصلا يشتم في حد، ففكره ان هو بيشتم فيا كده، هل بيحبني قوي فخايف عليا فبيتقدم لي النصح يعني بطريقه قاسيه، ولا انا فعلا مش عاجباه؟ بس الواد حتى لو مش عاجباه مفيش شيخ يتكلم بالطريقه دي. من رابع المستحيلات اني كنت يعني اعرف ان هذا الرجل في يوم من الايام هيتكلم عني كلمه كويسه. وكان عامل فيديو قبلها باسبوعين بيتكلم على حاجه انا كنت بعملها غلط جدا، وهي الندر، انك تقول ايه بقى لو احنا بنعملها كلنا على فكره، طب والله لو بنتي خفت مثلا لا اطبخ خروفين، طب والله لا مش عارفه ايه، لا انا كنت دايما احط حاجات صعبه جدا ما تتعملش. فبيقول لك يعني ان دي حاجات وحشه قوي، يعني حاجه وحشه قوي انك تندر حاجه وما تنفذهاش او ما تعملهاش كما يجب. مع ان انا بعت مصطفى حسني قلت له هو الندر ايه؟ قال لي صومي 3 ايام. صمت 3 ايام بس ما اقتنعتش بعد ما صمت بصراحه، لان انا كنت حتى ندر صعب قوي، كنت قايله ان انا هصلي 40 يوم ورا بعض الفجر في السيده نفيسه، وكنت كل ما اروح يحصل حاجه صباعي اتكسر مش عارف، واصلا ما ينفعش 40 يوم ورا بعض يعني عكس طبيعه الست، فحتى ندر يعني انا غبيا عملته. بس لما كنت حامل كنت اقدر اعمله، ما عملتوش ما قدرتش. فقال ان دي حاجه وحشه قوي، مش المفروض ان حد يعمل كده، المفروض ان انت تعملي وتطلبي من ربنا ان يعني ان انت كده كده بتعملي، فيا رب اكرمني. ان حد كان عنده قريبه عيان كان عنده حاجه خطر جدا جدا جدا، وراحوا ذبحوا 4 5 عجول والراجل خف، ان هو يعني دبحهم بنية ان ربنا يرضى عنهم، مش العكس، مش لما يحصل الحاجة الحلوة يا رب احنا يعني استغفر الله العظيم هنكافئك. فدي حاجة انا يعني بتعلم، قصدي اقول بتعلم منه كتير، فلما يطلع يتكلم عليا انا وشريف مدكور فجأة كويس وربنا يكرمكم والعيا ده ابتلاء. وفعلا الفيديو بتاعه كان مؤثر قوي، لانه كان يعني كان ليلة ما بيقولوا لي بكرة هنشيل مناخيرك وهتعيشي من غير مناخير وكده، واول ما صحيت انا فاكره حطيت ايدي على مناخيري كده اشوف موجوده ولا لا، والحمد لله ان ربنا كرمني وما عشتش من غيرها، مع ان كنت داخله اوضه العمليات موضبه نفسي ان انا هقعد 7 شهور من غير مناخير. فان إن الامور تتعدل كده، وان الشيخ خالد الجندي يتكلم عني كويس، وان وحصل بقى طبعا على المستوى الشخصي حاجات تانية كتير،